FM. الكلمة ليك. راو بهذا الشكل بالشكل هذايا إذا كان ما ثماش تطوير لآليات العمل القضائي، ما ثماش استقلالية للقضاء، ما ثماش إمكانيات مادية ولوجستية سليمة، رانا مناش باش نتقدموا في الملفات الكل. وحتى المستثمرين الأجانب يولوا ما عندهمش فينا ثقة، لأنه عقلة وتبقى له 5 سنين في المحكمة ولا بط وذا المعقول وما تنجم معناته ما ينجمش يتحرك كان كيصب لك الفلوس إلى آخره. هذاك علاش الناس الكل يلزمها تتكاتف والناس الكل يلزمها تكون مع بعضها في حرب، هذه نعتبرها حرب وجود. احنا جزء، السلطة القضائية جزء من حرب الوجود هذه اللي تشن على الإرهاب. والإرهاب راهو ما هواش هاوكا فقير بركة وما عندوش طلع للجبل ولا مشى للداعش ولا مشى لأنصار الشريعة، لا لا لا. الإرهاب سيدي ممول منظم، أيادي داخلية أيادي أجنبية مخرطة فيه دول، منخرطة فيه مخابرات، منخرطين في تشوفتي انتي عن الطبيب وعن المهندس وعن الإعلامي وعن وعن وعن. فلا ترموا كل شيء على الفقر. ما ترموش ما ترجوك الكل اشتمى في المخ. ولازم المساجد وتشوف نشوفوا الجمعيات هذه، يلزم فتح صحيح الجمعيات هذه. احنا اول من جانا شكون جانا بعد في الايامات الاولانيه؟ جدنا وزيرة الخارجية الأمريكية، نعم هيلاري كلينتون. هيلاري كلينتون أول حاجة عملتها شنو؟ كانت تتذكر 20 مليون دولار لتمويل الجمعيات والأحزاب. شيخ ويتوانسة بالجمعيات، شيخ بالأحزاب. ترى شكون يعطيني قداش ثم عدد من عدد الجمعيات في تونس؟ بارا لو جاله الكلمة ليك.